ولاد عيسى يجيبوا لهم الهدية بجملة العزومة. يا شيخ صلاح لا تجبرهم هنحرقك ارجع احسن. اصلا يجي جبان يقدم رجله اخر رجل مش هينفعنا. من المستعد للنقاش يتفضل. انت اختيارا او مكرها؟ ها؟ جاي مختار ولا مكره؟ انتبه. يعني انت جئت مختارا او مكرها؟ ولد ولد تعتمد على المثل المصري. مش عايز اقول المثل المصري الشيخ مصطفى الجهلي واللي يقوله. يعني جئت مختارا تجلس هذا المجلس ولا في كرباك؟ مختار. لا مش واخد باله ازاي. من انت؟ انا حلمي ابن محمد. حلمي ابن محمد. ومحمد ابن من؟ ابن عبد الغني بن حلمي. ابن عبد الغني بن حلمي. ماشي ماشي يا عم. كيد وحدك ولا حد جاي؟ لماذا جئت؟ احضر عقيده ابن اخي الحبيب علي بن علي عيسى. تحضر عقيقه اخوك يعني ابن علي بن عيسى. وعلي كم سنه؟ كم عمر؟ علي؟ لا بالتقريب يعني بالتقريب.